استاذ ابو عبد الله. السلام عليكم يا فندم. وعليكم عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت سؤال كان لفضيلة الشيخ. اتفضل اتفضل. حضرتك. دلوقتي كنت مسافر وبقول لمراتي يلا اوديك عند بيت ابوك يوم او اتنين، يعني نروح نسلم عليهم قبل ما نسافر. تمام. فطبعا انا سافرت، قالت لا مش هروح، وبعد ما سافرت راحت هي واختها قعدت هناك 4 ايام بس من غير ما تقول لي. قعدت هناك فين معلش؟ عند والدها. عند بيت ابوها يعني. ابوها هي. اه تمام. لا قعدت عند بيت ابوها 4 ايام من غير. فطبعا لما عرفت زرت معاها، فقلت لهم قعدت اكلمهم وارتاح هناك، زعلوا ان انا بقول لها ما ينفعش تبيتي عند بيت ابوك، انت روحي سلم عليهم واطمن عليهم وصله الرحم بس ترجع تبيتي في بيتك. فهم برضك زعلوا من الكلام دوت. اه فدلوقتي الوضع ايه حاليا؟ دلوقتي الوضع معاها يعني حلو بس يعني مش زي الاول، بس يعني انا برضه يا خدت استاذ منهم جانب يا وهم اخ خدوا ابو جانب. عبد الله، بعد اذنك اتفضل اتفضل. السؤال تحديدا، السؤال يعني يعني انا دلوقتي هل انا مقصر مثلا معاهم؟ لان انا معلش يعني قفلت معاهم ما بكلمهمش بقالي يمكن بتاع 20 يوم ما بكلمهمش بسبب الموضوع ده، وهم ما ايه كلمش زوجتك؟ لا ما بكلمش نسائي. اهل تمام الجوزها تمام تمام اهل مراتي يعني. تمام تمام فهل يا انا ابو عبد محق الله. ذلك ولا غلطان؟ طيب يعني سؤال السؤال مهم الثاني جدا، معلش. سؤال مهم جدا وبيرسخ كده معاني وحاجات في معاملاتنا في العلاقات تمام الزوجية بالذات. حضرتك اتفضل. أولا لا ينبغي للزوجة أن تخرج إلا بإذن. طبعا. طيب خرج بدون إذن وبيننا عشرة ومودة، تمام، راحت فين؟ راحت عند أبوها. يعني أنا أقول لك ليك حق ولكن العفو أولى. وبعدين ما يبقاش الأمور على هذا الشأن من الجذب. أنا سايبك مش أعدائك ولا أبو زوجتك عدوك. حضرتك خدت موقف من الأمر، لكن اغفر لها ذلك وعد إلى الصلح وتصالح معهم، فالصلح أولى، وكما قال الله الصلح خير. فيعني الأمر مش مستاهل قوي، فحاول إن شاء الله تتصل بهم وتكون أول من يبدأ. فقال صلى الله عليه وسلم خيرهما الذي يبدأ بالسلام. سبحان الله. كان سيدنا علي بن ابي طالب كان له مقوله ان 9 اعشار الخلق في التغافل، نعم فهي الله في امور كتيره الله بتبقى جميل عايزه ان احنا صحيح نتغافل، وده صحيح اللي بيودي للحكمه صح وللعفو والتماس الاعذار. وغير ان احنا للاسف يا شيخ محمد ما تاسسناش على معاني عقيده حقيقيه حقيقي او حقيقي اصول، حقيقي فهي صح ممكن صح زوجته عملت ده عن جهل بالمعلومه دي، او يعني الامور الزوج الامور افتكرها عند. الامور بسيطه، اه الامور بسيطه جدا. لو أخذنا الأمر على السهولة واليسر ما توقفنا عند شيء، هتلاقي الأمور حلوة مع بعض. اه لكن يعني هذا الشد وهذا الجذب وهذا الوقوف عند ذهبت إلى أبيها تكون سهلة. يبقى نقطة مهمة قوي فكرة ان احنا عشان نطبق شرع ربنا ان الزوجة تطيع زوجها، بس ما طبيعي توصلش الامور إلى لمعصية اعلى ان صحيح صحيح خصام، صحيح طبعا. فده اولى وهي دلوقتي. أيضا ملومة طبعا. وتلام، الأصل أن تستأذن الزوج، ولكن يعني أنت الآن لابد أن تعتذري إليه وتكوني حلقة الوصل بينه وبين أهلها من جديد. بالظبط. هو الرجوع للحق وللمنهج طبعا أفضل بيريح أولى كتير صحيح قوي. صحيح.